الرسائل بكل بساطة بيتكلم عن النور، بيتكلم عن الحياة، وبيتكلم عن الحق، وبيتكلم عن المحبة. رسالة يوحنا أو رسائل يوحنا بتتكلم عن محبة اختبارية، هو اختبرها لأنه كان يسمى ابن الرعد، كان يريد أن ينزل نار من السماء على السامريين، لكن عندما تغيرت حياته قال يا أولادي أو انظروا أية محبة أعطانا الآب حتى ندعى أولاد الله، فهو رسول المحبة. لكن عندما يتكلم عن النور فالنور يوبخ ويفضح الظلمة، وعندما يتكلم عن الحياة مقارنة بالموت، وعندما يتكلم عن الحق مقارنة بالأباطيل والأضاليل والبدع اللي انتشرت في أيام يوحنا.